السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من للنقاش. قرصنة واختراق لحواسيب قيادات سياسية، هرج ومرج إعلامي، تصريحات من هنا، اعتقالات من هناك، واتهامات أيضا. رصاص حي يطلق في صدر عوني أمن، وعون ثالث جريح طريح الفراش، ديجاج ترفع في وجه الرئاسات الثلاث، تلازم بين الانقلاب والإرهاب. كل هذا وأكثر تشاهدونه في سهرة الليلة أعزائي الكرام، مع كل من الدكتور عارف المعالج، المهندس أحمد اللوز، والصحفي الاستقصائي ماهر زيد. في البداية دعوني سيداتي سادتي أرحب بضيفي الكريمين اللذين سيتقاسمان معي هذا الجزء الأول من الحصة، الدكتور عارف المعالج والمهندس أحمد اللوز. أهلا بكما. أهلا وسهلا، أهلا بكل مستمعيكم ومشاهديكم في الله. مرحبا بكم. في البداية أعزائي المشاهدين، دعونا ننتقل لمتابعة هذا التقرير الأول حول تداعيات الأحداث في الفترة الأخيرة. تقرير ثم نعود. متفجرات وإعداد للتفجيرات واختراقات لأجهزة حواسيب والكشف عن مخططات تخريبية واغتيالات سياسية، عناوين قد تحيلك إلى إحدى السيناريوهات الهيتشكوكية أو أفلام الحركة الأمريكية. لسنا هناك، بل نحن في تونس. قوات مقاومة الإرهاب تقتحم مكتب أحد القيادات السياسية وتحتجز حواسيب على ذمة التحري، على خلفية ما تم تناوله في أحد الملفات التلفزية بحضور الصحفي الاستقصائي ماهر زيد، وما ذكره عن وجود عمليات اختراق واسعة النطاق متوعدة بقيادات وقواعد نهضوية قد تورط هؤلاء في سيناريوهات الإرهاب أو التصفية الجسدية. الشخص هذا قام باختراق عدد من أجهزة الكمبيوتر وزرع عدد من الملفات في شكل صور، في شكل إيميلات، في شكل وثائق توحي بحدوث عمل إرهابي عن قريب، عن يعني في المدى المنظور. دونك في عوض تصير ليفريزون تاع 1350 كيلوغرام، تمت ليفريزون تاع 1650 كيلوغرام. الأمر بعد هذه الإثارة الإعلامية لم تعد في نتائجه سوى زوبعة في فنجان. إلى حد كتابة هذا التقرير ما زالت الجهات الأمنية لم تعتقل أو توجه التهمة للأطراف المعنية، سواء كانت متهمة أو متهمة، مدعية أو متضررة. لم تفتأ هذه الوقائع تخبو حتى استجد المحظور، اغتيال سياسي جديد. هذه المرة يطال رموز السلطة التنفيذية ممثلة في الجهاز الأمني شبه العسكري، ونعني الحرس الوطني، وهو المستهدف وبعيدا عن الصدفة في نظرنا في كافة الهجومات على المقرات الأمنية، سواء بالمناطق الحضرية على غرار الكرم أو المحمدية بالعاصمة، أو المراكز الأمنية الحدودية على غرار حزوة وجندوبة وباجة. ومن ثم تحركات سياسية تتناقض مع مسار التوافق للحوار الوطني، وأمنية رفعت في سابقة شعار ديجاج في وجه الرؤساء الثلاث. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا التقرير حول التداعيات الأخيرة لما وقع مؤخرا على الساحة الوطنية، ومن بينها قرصنة واختراق الشبكة الداخلية لمكتب الدكتور عارف المعالج. إذن قبل الخوض في كل التفاصيل، دعونا في البداية نبدأ من الأول مع المهندس أحمد اللوز الذي تم التحقيق معه في هذا الشأن. أستاذ أحمد، ما الذي حصل بالضبط في هذا اليوم؟ وما هي العلاقة التي تجمعك بالدكتور عارف المعالج؟ أبدأ بالعلاقة بالدكتور عارف المعالج، هي علاقة عمل وعلاقة صداقة يعني قديمة. بالنسبة ما حدث يعني كان أول ما علمت بذلك يعني بعد تقرير المتوسط تم، يعني جاتني معناتها فكرة اللي ثم إمكانية قرصنة أو منعرفش من هذا القبيل. يعني الفلاش متى قناة المتوسط هي اللي عملت الديكلونشات، أنه تم إمكانية أن نكونوا أحنا مستهدفين بقرصنة أو من هذا القبيل. كانت يوم الثلاثاء يعني مع 7 متر عشية، مروح من الخدمة معناتها كالعادة، معناتها كنت نخدم بصفة عادية، ما تمكن ليش يعني باش نروح للدار. جاو معناتها قوات مكافحة الإرهاب للدار،
ما تمكن ليش أني نتصل بهم. في الصباح اتصلنا ببعضنا، معناتها خلاو النمر عند أحد أقاربي، اتصلنا ببعضنا قالوا لي راهو مش نجي كشاهد على مسألة ما، معناتها كي كنت هنا زاد مزلت يعني حتى أنا مزلت في الشخص. إلى حد اللحظة ماكش تعرف شنو هو إرهاب، عملية إرهابية، قالوا لي إرهاب وعملية إرهابية إلى آخره كليك. فما قالوا لي يعني أنا كي قابلتهم كانت المقابلة عادية جدا، يعني ما كانتش لا فيها عنف ولا فيها يعني كما صورت يعني عديد المواقع وعديد الجرائد أنه تم اقتحام يعني مكتب الدكتور أو تم اقتحام المنزل. لا، ما جاءوا يعني بصفة سلسة بصفة عادية جدا يعني، فهمتني، في وقت يعني الساعة متاع العشية، ما عرف شي إذا كان ثم. قداش قعدت بالضبط غاديكا في قيد التحقيق؟ استغرق التحقيق هو 6 ساعات، بين 5 ساعات، ولكن كان على يوم يعني كي وصلت الغد وصلت مخر في الليل ورجعت الغد الصباح. دون الخوض في تفاصيل التحقيق، وإحنا نحترم سرية التحقيق اللي صار معك، شنو اللي صار بعد خطر أنت تم معناها روحت للدار في ظرف وجيز، معناها ما تمش ما عطلوكش غاديكا برشا؟ كيف؟ لا، أنا كي وصلت لتونس في البرجاني غاديك وصلت مخر، يعني وصلنا مع الأربعة متاع العشية والخمسة متاع العشية، فكان التحقيق من 5 للـ9، فيعني هما خدمة كبيرة كانت. ومن بعد ما بدتش في البرجاني، خرجت ورجعت الصباح على أساس باش نستكمل التحقيق، وقد كان ذلك يعني، فهمتني، من بعد روحت يعني. وماذا عن الجهاز؟ جهاز حاسوبك؟ الجهاز قالوا انه يجب تثبت يعني من الجهاز، بيشوفوا عمليه القرصنه كيف تمت، شكون الاطراف المتدخله فيها. الى يعني الى حد اللحظه مازالوا ما تاكدوش، مازال الحاسوب عندهم ولا تاكدوا اللي تمت عمليه القرصنه؟ هم متاكدين اللي عمليه قرصنه، خاطر كي تم استجوابي غادي تم استجوابي على اساس شكون علاقتك بالناس هذوما، تعرفهمش يعني الناس عملوا قرصنه، الناس الوثائق هذه، فهمتني ولا فهمتني، هذا هو يعني الوثائق اللي المتعلقه بالقرصنه، فهمتني، فخلوا الجهاز على اساس انهم يتحققوا من الناس هذه لخدمه الخدمه هذه، الله اعلم، هذا اللي في بالي. واضح. بالنسبه لك دكتور عارف، تم الزج بك في القضيه هذه، وانت معناها حتى الخبر تلقيت وانت خارج حدود الوطن، كيفاش كانت رده فعلك وقتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معناتها الخبر تلقيته انا في كينيا في مؤتمر علمي، وللاسف معناتها نقول احنا في عهد الدكتاتوريه كان الناس اللي تعمل في المجال العلمي كان يقع ملاحقتها ويقع مع توفير اجواء من ربما الرعب اللي ما تخليهاش تعمل كما ينبغي. وللاسف نلقاو ناس الان حتى بعد ما بعد الثوره تلاحق الناس اللي تحب تبني البلاد هذه، تحب تخدم، تحب تساهم في مجال اختصاصها العلمي. من اجل احنا كنا في المؤتمر اللي كنا مشاركين فيه حول الطاقه الشمسيه وتحليه المياه، اللي تعتبر من المشاكل اللي احنا قاعدين نعاني منها في تونس، ومعناتها هذا مجال اللي كان الاولى ان الواحد يخدم فيه بكل اريحيه وما يسمعش حوايج اللي هي ترهات من النوع هذه. كيفاش كانت رده فعلك وقتها؟ والله انا الموضوع هذا طبعا سمعنا به من قبل من خلال برنامج المتوسط، ولا اخفي عنك سرا انه بعد ما شفت بعض الوثائق اللي تم عرضها في الـ في الـ في, الـ في قناه المتوسط، وانا عندي خبره شويه في المجال الاعلاميه، قمت بمحاوله التثبت في حاسوب المهندس، ما لقيت حتى شيء ما يثبت اللي ثم معطيات ربما تم معناتها بثها في الحاسوب. عمليه الاختراق تمت طبعا، لانه اللقاء معناتها شيء اللي يثبت انه الاختراق تم انه خذوا بعض المعطيات من الحاسوب نتاعو، معطيات خاصه وتحصلوا عليها، وهذا دليل على انهم اخترقوا. الامبليكاسيون نتاعي انا في الموضوع انه حاسوب المهندس احمد داخل في الشبكه نتاعي انا، دونك شبكه هي شبكه حارف المعالج، الحاسوب هو حاسوب المهندس احمد اللوز، بالتالي انا جو سوي امبليكي في 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 الاطار هذايا. من جملة القيل والقال الذي أشيع في خصوص الملف هذا يا أستاذ أحمد اللوز، أنه قالوا ثم ليك علاقة بشركة المقاطع الكبرى، معناها واللي هي عندها معناها في الاكتيفيتي متاعها عندها الحق باش تكوموندي نوعية من المتفجرات وكمية معينة، شنو علاقتك بالشركة هذه وكنت نجم توضحها للسادة المشاهدين؟ بالنسبة للشركة هذه ما عندي بها حتى علاقة، لا من قريب ولا من بعيد،
يعني اسمه مذكرت ما سمعته الا بعد التحقيق وبعد يعني ممكن حتى من الإشاعة يعني مش حتى في التحقيق يعني حتى التحقيق ممكن ما سمعتش الاسم هذا اللي سمعته حتى في الإشاعة اصلي يعني مش اذا ضيفي الكريمين ادعوكم وادعو الساده المشاهدين لمتابعه التقرير التالي التقرير التالي اللي يوضح كيفاش تتم عمليه القرصنه كيفاش يمكن التنبه الى انه الحاسوب مخترق ام لا بعض التقنيات والفنيات مع المهندس منير الرقيق. كل إنسان مستعمل للحاسوب ومرتبط بشبكة داخلية أو شبكة خارجية نجم تكون الإنترنت نجم تكون حاجة أخرى هو مستهدف والحاسوب متاعه معرض للاختراق وللهجوم أيضا. كيفاش يتم الاختراق؟ الاختراق يتم عبر زرع برمجيات تكون البرمجيات هذه خبيثة تخول للهكار الدخول أو اختراق الحاسوب. احنا كل المستعمل العادي ما يعرفش انه وقت اللي يستعمل الحاسوب نتاعو وخاصه الانترنت يستعمل فيه خدمات دي سيرفيس وكل خدمه موجوده يستعملها المستعمل يتم تبادل المعلومات عبر حاسوب وحواسيب اخرى عبر بما يسمى باب بور. الهكر هو اللي يحاول الدخول الى نظم اشخاص مستهدفين باش للحصول على بيانات سريه والا لتغيير بعض المنظومات بعض البيانات المخزنه في حاسوب المستعمل لاغراض تختلف اغراض سياسيه اجراميه ربما تكون تلقائيه معناها هذا هو الهكر. ما هي التقنيات المستخدمة لاختراق نظام المعلومات؟ هناك العديد من التقنيات. أولا يلزم باش يكون الإنسان هكار يلزم يكون ملم بتقنيات النظم المعلوماتية. نعرفوا فما العديد من النظم ويندوز لينكس ماكنتوش وكل نظام فيه ديفاي موطن ضعف. وطريقة المسح اللي حكينا عليها هذه طريقة الفحص هو لاكتشاف مواطن الضعف. وإن فوا الهكر اكتشف مواطن الضعف ينجم يستعمل تطبيقات يكون ينزلها من الانترنت ولا هو زاد كيف يبرمجها ويدخل عبر الابواب ابواب الخدمات. الهكر يحاول يبعث ميل مثلا الميل هذاك فيه رابط الرابط المستعمل يكليك عليه الرابط هذاك يوقع زرع منظومه خبيثه في الاورديناتور تخول للهكر باش يتمكن من بعد من الحاسوب نتاعو معناها يولي عنده ماتريس توتال يولي يحط فيها اللي يحب يبدل اللي يحب عباره انسان يخدم على الاورديناتور نتاعو. المؤسسات العموميه والمؤسسات الخاصه يلزم تكون امنه نفسها على الاقل لمعرفه الاختراقات والمخترق ومصدر الاختراق. إذن سيداتي سادتي كان هذا التقرير الذي قامت به الزميلة بهيرة عوجي مع المهندس منير الرقيق أخصائي في نظام الشبكات والأمن المعلوماتي حول كيفية القرصنة وكيفية اختراق أجهزة الحواسيب. إذن السؤال موجه لك إليكما نبدأ مع الدكتور عارف المعالج. التقرير كما كنت تشاهده كان يوضح تقنيا كيفاش العملية تصير. ما حسيتوش قبل ما يتصير هذا كل قبل ما تعلموا بالحكاية إعلاميا ما حسيتوش اللي ثم حاجة غير عادية في حواسيبكم؟ ما ثماش علامات من اللي قالها المهندس الرقيق في 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 حواسيبكم؟ ما حسيتوش حاجة غير طبيعية؟ هو معناتها بالنسبة للبوست نتاعي أنا مع تم ذكر حاجة في التقارير التي تناولتها وسائل الإعلام هو أنه فعلا ذكرتها أنا سابقا أنه في شهر مارس وقع القرصنة نتاع الكونت نتاعي الكونت نتاع الإيميل والكونت نتاع الفيسبوك ويبدو أنه كانت هيك الفضل وشهر مارس آخر شهر مارس كانت يبدو هيك بداية العملية نتاع محاولة القرصنة واختراق الشبكة. وطبعا انا وقت تم قرصنه الكونت تاع الفيسبوك نتاعي تواصلت مع الاداره نتاع الفيسبوك وثم توت بروسيدور باش تسترجع
الكونت المقرصن بما فيها بعث كوبي من الباسبور بالتثبت من ليدونتيتي نتاع صاحب الكونت هذا، وهذه كلها هذه كلها مراسلات عندي موثقه، معناتها مراسلات عندي موثقه وردود من الفيسبوك نفسها من اداره الفيسبوك عندي موثقه باريميلز، واللي تثبت انه العمليه فعلا انطلقت من اواخر شهر مارس من خلال قرصنه الكونت ايميل والكونت فيسبوك. اما عمليه المراقبه وعمليه التحكم في الحاسوب عن بعد، المساله حسب تقديري فنيا ما تجمش تتفطن لها، معناتها مش من السهوله. هذا فيما يخصك انت دكتور عارف، فيما يخصك انت مهندس احمد اللوز، ما حسيتش بحاجه هكا غير طبيعيه، خصوصا وانت تم معناها اختراق الايميل نتاعك، معناها الحصول على وثائق خاصة بيك في جهازك، أنت هذا كل ما حسيتش به، معناها ما حسيتش اللي ثم حاجة هذا كل معناته ما يتشافش، يعني سي مال فيونت، يعني حتى ولو نفرضوا أنه يعني حتى علميا نفرضوا أنه صار سي مال فيونت، معناته ما تجيبش تشوفه. ممكن تحس حاجة واحدة، بعد ما سألت أنا الأولاد اللي مختصين في الإنفورماتيك قالوا لي انه يرزن الاورديناتور، وبالفعل انا في الفتره هذيك حسيت ان الاورديناتور مع ترزين اكثر. واضح. بالنسبه لك دكتور دكتور عارف المعالج، انت قلت لي اللي انت الملفات قالوا اللي تم دس الملفات هذه في 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 جهازك، قلت لي انت تجهلها معناها المحتوى الملفات هذه على ما يبدو. هم تكلموا على دس ملفات مش بالضروره في جهازي انا، ربما يكونوا في جهاز المهندس احمد اللي تم اختراقه عمليا، وشفنا ما يثبت انه تم اختراقه. انا الى حد الان لم ارى ما يثبت انه تم اختراق الحاسوب نتاعي. واللي قلته ساعه شويه انه بعض الصور اللي وراها في الـ في الـ في الـ في المتوسط حاولت نبحث عليها في حاسوب احمد ما شفتهاش، معناتها ربما الامور معناتها فيها جزء من الفبركه، فيها جزء من سوف نعود لهذه الملفات بأكثر التفاصيل، ونستقبل معا السادة المشاهدين خلال لحظات الصحفي الاستقصائي الخبير في الشؤون الأمنية الأستاذ ماهر زيد. لكن قبل ذلك دعوني أودع المهندس أحمد اللوزي اللي شرفنا بحضوره ليلة، بارك الله فيك، يعيشك، مرحبا بك. إذن فاصل ثم نعود. الرأي والرأي المخالف، حوارات في العمق، رصد لتداعيات الأخبار وصدى الأحداث، استطلاع لآراء الخبراء من كل الاختصاصات والاتجاهات، كل هذا في رجعة الصدى. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نعود إذن لاستكمال هذا الملف، استكمال الحديث عن هذا الملف مع الأستاذ ماهر زيد. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بك. إذن أستاذ ماهر، كانت البداية معك في إثارة هذا الملف، كيفاش وصلت لك المعلومات ليدك وشنو اللي صار من بعد؟
كنت في وقت من الأوقات في حدود شهر 7 في رمضان في شهر أوت، كنت على علاقة بين ظفرين الصحفي والمدون بموقع نواة سابقا رمزي بالتيبي، كنا على علاقة وكنا نتبادل ما يتوفر لدي وما يتوفر لدي في خصوص مقتل شكري بالعيد. بالمناسبة أنا يعني بصدد إنجاز كتاب في الشأن، وأحاول مع بعض الصداقات كذلك يعني إنجاز شريط وثائقي في الموضوع، فكنا نلتقي باستمرار ونتبادل المعلومات. في الأثناء يعني حكى لي أنه فما مجموعة بصدد الإعداد لعملية إرهابية، فما كميات من المتفجرات مفقودة من إحدى الشركات، وأنه بالمناسبة مانيش الوحيد اللي كنت على علم بالموضوع، فكانت هناك المدونة المذكورة وآخرين يعني بما فيهم صحفيين مرموقين. يعني أثناء إحدى الزيارات لقناة نسمع لما كنا في قاعة الانتظار سمعت ويتبادل الحديث في هذا الشأن مع آخرين. لكن أنت كيفاش عرفت أستاذ ماهر اللي الأمر يخص دكتور عارف المعالج والمهندس أحمد اللوز؟ أي نعم، في شهر 8 في أوت أرسل لي إيميل نفس الشخص المذكور، أرسل لي إيميل فيه جميع حسب علمي جميع ما كان موجود بحواسيب أحمد اللوز وشركة المقاطع الحجرية، واللي حسب كلامهم هما يعني ملفات خطيرة جدا من قبيل فقدان كمية كبيرة من المتفجرات 300 كيلو اللي تحدثت عليها المدونة، واللي فيما بعد يعني البارح تحديدا باتصال هاتفي مع الشركة المذكورة تأكد لي أنه كان خطأ في الكتابة، هناك كاتبة تعمل عندهم عوض أن تقوم بتقديم طلبية معينة إلى الشركة القومية للمواد المتفجرة كتب يعني رقم زائد، فالشركة الوطنية أرسلت إلى هذا المقطع كمية زائدة، والكمية الزائدة تقدر فعلا هي 300 كيلوغرام تقريبا تم استنفادها واستعمالها على عين المكان. لو الوقت يسمح أشرح لك العملية. احنا باش نرجعولها بأكثر التفاصيل فيما يخص شركة المقاطع الكبرى بالساحل، خلينا نشوفوا تطورات القضية اللي رفعت ضدك من قبل ألفا رياحي ومن قبل رمزي بالطيبي، شنو اللي صار بالضبط؟ وزاد في نفس السياق نحبك زاد تحكي لي على أسباب فصلك من المحكمة. أي نعم، في خصوص الشكوى بعد ظهوري على قناة المتوسط يوم 3 أكتوبر من غدوة الصباح الشخصين يعني اللي تحدثت عليهم انت رفعوا قضية فيها على أساس أني قمت بالإيحاء إلى الإرهابيين بين ظفرين المذكورين اللي هما الأخوين الكريمين عارف معالج وأحمد اللوز، وأنه بتصريحاتي الخطيرة هذه ولا مسؤولة أعطيت الفرصة للإرهابيين هذوما بين ظفرين أنهم يتلفوا الأدلة اللي بين يديهم وربما يفروا، وأني أنا عرضت الأمن القومي للبلاد الخطر بهذه المعلومات التي قد تؤدي إلى فرار هؤلاء الشخصين. نعم، إذا زاد ماهر أنت قلت لي تويك بالنسبة فيما يخص اللي قلته لي تويك على ماهر على عفوا على رمزي بالطيبي وعلى ألفا رياحي، وأنت اتهمتهم بالجوسسة وبالتخريب، لكن هل عندك دليل على ذلك؟ هل هناك دليل على كلامك؟ بطبيعة الحال يعني مثل ما حكيت لك أنا الملفات هذه حصلت عليها من عند الشخص المذكور، هو أرسلها لي بالإيميل وهذا شيء موثق وثابت، وحتى الوثائق هذه فيها بعض الـ يعني كابتيور ديكرون يعني بعض الصور مأخوذة للشاشة في أوقات معينة تثبت أنه هذه البنت أو الفتاة كانت في لحظة معينة على اتصال بالقرصان الموجود في فرنسا، وكما يظهر على الشاشة تويكا بعض الملفات المدسوسة جبتهم لنا وبعض اللي كابتيور ديكرون، كانت نجم تفسر للسادة المشاهدين شنو فيها بالضبط؟ هنا في الشاشة نشوفوا صورة سي أحمد اللوز، الصورة هذه أخذت له بالكاميرا الموجودة في الحاسوب متاعه الويب كام متاعه، أخذوا له صورة وفي وسط الشاشة بالضبط في وسط نشوف في واحد منهم يكلم في الثاني، يعني محمد أمين سلامة يكلم في ألفا الرياحي أو العكس، فيقول له عندي تصويرت وزادة هكا حسب ما نشوف ونقراه عندي تصويرت وزادة، الاخر رد عليه قالوا حط كل شيء الاي بي سيرتو اي كابتور ديكرون،
يعني صور الشاشه شنو كل موجود عليها واعطيني الاي بي ادريس نتاعو. فهذا هذه الوثيقه تدل انه كان هناك شخصين في نفس اللحظه يقومان بعمليه الاختراق وليس شخص واحد كما يريد البعض ايحاء الينا بانه القرصان موجود في فرنسا وما نقدروش عليه وفات العمليه ونغسلوا يدينا. اللي هو محمد امين سلامه. بالضبط. هو صحيح موجود في فرنسا ولكن هناك له ناس يتعاونوا معه موجودين في الداخل، والحوار هذا يدل انه شخصين قاعدين يراقبوا في سي احمد اللوز يعني مباشرة بالوقت الحقيقي ويطلب منه يقول له خذ له صورة و... نعم واضح. ماذا عن هذه الصورة؟ هذه صورة سي أحمد اللوز في الحال في المكتب أو في الغرفة وينها وين كان جالس هو، والحاسوب كان قدامه وأخذت له الصورة متحكم فيها عن بعد. بطبيعة الحال هم شغلوا الكاميرا الموجودة في حاسوبه وأخذوا له صورة. إذا كان ممكن نطلب من الزملاء فوالا يكملوا يعديونا بقيه الوثائق. هذه الوثيقه هذه استجواب لشكون هذه؟ هذه يا سيدي استجواب يعني داخلي على بعد ما تم الحديث عن اختفاء كميه من او خلينا نقول تحديدا الخطا المطبعي انه الفتاه هذه كتبت كميه زياده في الطلبيه من عند الشركه. فمدير الشركه فتح تحقيق داخلي وهذا دليل على انه ما ثماش تسريب ما ثماش جريمه. تحقيق داخلي سئلت لماذا قمت ب يعني بهذا الخطا واجابت وتم تصحيح الخطا وهذه مراسلات داخليه تم قرصنتها من حواسيب الشركه هذه. يعني هذه مراسلات داخليه المفروض ما يطلع على حتى حد تم قرصنتها واخراجها الى العالم الخارجي وهي بين ايدي عشرات الناس كل شبكه هذه من القراصنه والمتعاونين معهم يعني الوثائق هذه متداوله بيناتهم. واضح. بالنسبه ليك دكتور عارف اول مره تشوف بعض مش اول مره معنى هذه الملفات شفتها انت قبل ثم حتى صورتك معناها اللي اخذت يظهر لي على ما اظن من جهازك. اي وقت قالوا اخترقوا الجهاز نتاعي والدليل على انهم عندهم الصور وفي الصور اللي متواجدين عندهم هم الصور اللي بتحصل عليهم اي احد يدخل على البروفيل نتاعي نتاع الفيسبوك. هذه صور نتاع الفيسبوك. اي انت لو تدخل على البروفيل نتاعي انت تنجم تعمل تيليشارجمون. كعلاش قلت لك انا حسب تقديري انا حسب اطلاعي على الملفات انه حاسوبه الشخصي لم يتم اختراقه لانه الوثيقتين الوحيدتين اللي تحصلوا عليها في الملف هي صور نتاعي نتاع الفيسبوك اللي اي واحد عنده اكسي لهم. واضح. اذا نحب ان نقول حاجه لهنا للساده المشاهدين انه غايتنا من العمل الاستقصائي هذايا هو توضيح الصوره كما هي للمشاهد وللمواطن التونسي. احنا لا ننحازوا لا للضيوف الكرام اللي حاضرين معنا اليوم في البرنامج ولا للطرف الاخر. وفي هذا السياق حاولنا الاتصال واتصلت شخصيا بالزميل الاستقصائي رمزي بالطيبي لتمكينه من حق الرد، لكن هو قال لي اللي هو يفضل انه معناها يخلي الامر بين يدي الوحدات الامنيه وانه الامر هذايا يتعلق بالوحدات الامنيه وبالمهندس أحمد اللوز واللي هو وقت اللي يحب يحكي ويظهر إعلاميا سوف يختار الإطار والتوقيت المناسب هو وزميلة الصحفية ألفة الريحي. إذا ماهر قلت لي اللي العمل الاستقصائي وصلك المعلومات ومعطيات جديدة في نفس السياق هذايا، شنو وصلت؟ بعد ظهورك على قناة المتوسط وبعد القضية اللي رفعت ضدك وبعد هالبلبلة هذه الكل شنو هي المعطيات التجديدة المتوفرة عندك حاليا؟ اي نعم، بداية من ناحية المبدأ أنا لا أعتبر هذا الذي تم عمل استقصائي يعني أنا أعتبرها يعني نوع من الجريمة، عمل غير أخلاقي أنه إنسان يعني يقتحم خصوصية الناس ويعني ويتصور بيوتهم ويأخذهم صورهم في ديارهم. هذا ليس استقصاء وهذا عمل غير أخلاقي خاصة إذا وصل الحد إلى بث محتويات معناتها بالضبط لتوريط الناس. نعم هذه درجة أخرى من الجريمة. نعم بالنسبة لي أنا بعد الحلقة كما حكيت سيادتك أهم إنجاز أتصوره هو الاتصال اللي تم البارح مع الشركة المذكورة وأني فهمت بالضبط شنو اللي صار مع 300 كيلو اللي المذكورة قالت أنه اختفت وهناك خطر على البلاد بما أنه فما 300 كيلو متفجرات تدور في البلاد وما نعرفوش مصيرها. اللي تم هو أنه فما مستكتبة أو كاتبة موظفة جديدة تعمل في الشركة طلبت كمية زيادة أكثر من اللزوم، وبالمناسبة حسب ما حكى لي المسؤول في المؤسسة هذه أنه كل عملية تفجير يكون حاضرينها على الأقل 2 عوان أمن عوان حرس تحديدا،
والشركة هذه تقوم بثلاث عمليات تفجير في الأسبوع. فكان يفترض أنه الجيولوجي يطلع فوق الكاريير ويشوف المنطقة اللي باش يكسروا منها الأحجار، يقدر تقريبا قداش تحتاج من المتفجرات، ويرسل بالإيباد متاعه أو التليفون يرسل رسالة إلى الكاتبة هذه ويقول لها قداش يحتاج تقريبا. فتقوم هي بعملية يعني نسخ ولصق للمعلومات وترسلها إلى الشركة الوطنية للمواد المتفجرة لاستجلاب الكمية المطلوبة. في تلك المرة قامت بخطأ، أنها ما عملتش نسخ ولصق، كتبت بيدها، نقلتها بيدها معناها الكمية المطلوبة اللي بعثها الجيولوجي من المقطع، كتبتها بيدها فغلطت، كتبت معناها 300 كيلو زيادة. فلما جاءت الكمية، عندهم قاعدة في العمل في المقاطع حسب كلامه، أنه أي كمية تدخل ما يخرج منها حتى شيء، يعني حتى لو دخل طن زيادة لازم يتم استعماله هناك أو إتلافه، يعني يحفروا له حفرة ويفجروها الكمية هذيك بأي طريقة، المهم ممنوع يخرج ولا جرام واحد من المواد المتفجرة من المقاطع. أي كمية تدخل لابد أن يتم استهلاكها بحضور أعوان أمن ومحضر يعني رسمي لمراقبة العملية. فهذا اللي تم، أنه البنت هذه طلبت 300 كيلو زيادة اللي المذكورة يعني خوفتنا وقالت أنه الأمن البلاد في خطر بما أنه كمية مفقودة. في الحقيقة أنه صحيح صار خطأ، والشركة داركت وفتحت تحقيق داخلي، والكمية تم استنفاذها على عين المكان بحضور الأمن، يعني ما كانش فيها حتى مشكلة. ايضا استاذ ماهر زيد، انت في الكواليس كنت قلت لي اللي في نطاق عملك الاستقصائي في الملف هذا بالذات، توصلت المعلومات الجديده فيما يخص علاقه احد رجال الاعمال بالموضوع هذا، شنجم تقول لنا في الصدد هذا؟ نعم والله، في البدايه يعني اللي كان متوفر انه مجموعه من الشباب هذا كنا نظن انهم يعني ناشطين في المجتمع المدني، هكذا يحلو لهم تسميه انفسهم، شباب يريد تغيير الواقع، يريد كذا، ربما اختار هذه الطريقه الغير صحيحه حقدا او كرها لحركه النهضه او للسيد معالج او لغيره، اي كان هذا الدافع. لكن فيما بعد بصراحه تبين ان هناك جهة قوية تقف وراء هؤلاء الشباب اللي هم منضوين تحت حزب القراصنة، بالمناسبة متحصل على تأشيرة من يعني من لدن الدولة، ويعمل يفترض انه يعمل قانون سلاحدين كشك بالضبط. هذا الحزب يقول بهم هذه الأعمال التخريبية، ويقف وراءه يعني شخصيات نافذة تتبنى نفس المبادئ الإيديولوجية ولها ارتباطات بدول عظمى سواء في المنطقة أو في الخليج، وتعمل على زعزعة الوضع الداخلي. يعني مثلا من قبيل سي محمد إسلام هذا اللي أشرف عن عملية القرصنة، هو مطلوب العدالة هنا، لا يستطيع أن يرجع، هو عضو مؤسس في حزب القرصنة، يعني يوفر له السكن والمصرف وكل اللوجستيك اللازم من قبل يعني أشخاص نافذين في المدة الأخيرة يشترون بعض النواب من المجلس التأسيسي ويكونون كتل يشاركون في الحياة السياسية علنا وتحت الطاولة ووراء الستار، وهم يلعبون هذه الألعاب القذرة من أجل الإجهاز على الثورة الفتية. بالنسبة لك دكتور عارف، شنو هي الخطوات القادمة اللي باش تاخذها فيما يخص التطورات الملف هذا الكل؟ والله أنا حسب تقديري، معناتها إذا ممكن نضيف حاجة على الكلام اللي قاله سي ماهر، كون الخبر كذلك قد نشرته وسائل الإعلام، أنه الجهات الأمنية نعتقد الحرس الوطني ديجا معناتها أكدوا كون الكمية المتفجرات هذه اللي قيل أنها كوموند زيادة على المطلوب أنها معناتها تم استنفاذها بطرق شرعية، وتم إعلام معناتها خرج في الإعلام كون رفعت قضية ضد من أدعى بأنه ثم كمية المتفجرات اللي تسربت خارج الأور كنترول، لأنه هذا فيه مس حتى بالأجهزة الأمنية اللي هي تبع المسائل هذه، واللي هي ألفا رياحي نفاتها على الصفحة الخاصة بها في فيسبوك، اللي هي قالت ما تمش تحقيق معايا في هذا الصدد ونفات هذا كليا. لكن القضية الإعلام ذكرها كانت رفعت. إذا نرجع لمسألة شنو خطوات الموالي اللي مش نعملها، طبعا هذا المسألة هذه كما قال السي ماهر، فهذا اختراق لحواسيب شخصية، تعدي على حرمات، تعدي على أشياء متعلقة بخصوصيات أشخاص، إلى جانب طبعا استهداف سياسي، لأن الخلفية هي خلفية سياسية، بالتالي احنا تم استهدافنا انا واحمد، انا
كمالك للريزو انفورماتيك، احمد كمالك للبي سي اللي تم اختراقه، تم استهداف هناك اشخاص، لكن ربما الهدف اللي وراش الكل هذا هو حركات النهضه طبعا، لعلاقتنا احنا بحركه النهضه، بالتالي يحبوا يظهروا بعض الافراد المنتمين للحركه على اساس الناس تعمل في مجالات غير شرعيه. بالتالي نتصور انه المتضررين من العمليه هذا هم ثلاثه اطراف، هم احمد اللوز، عارف المعالج، هم حركه النهضه نفسها، واحنا بالتنسيق مع المكتب القانوني بتاع حركه النهضه باش نشوفوا شنو هي الطرق ربما او المناسبه من اجل متابعه المساله قضائيا حتى ياخذ كل حد جزاؤه من هذه العمليه حتى لا تتكرر، لانه احنا قبل كنا عشنا حاله من الرعب في عهد الدكتاتوريه من خلال متابعات حساباتنا في الانفورماتيك، حساباتنا الشخصيه، ورغم هذا صمدنا وقاومنا وكتاباتنا معناتها كانت معناتها تتحدى ربما الاعتداء على 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 علينا في المجال الاعلامي، في المجال الاعلاميه، لكن ان يتواصل الشيء هذايا ما بعد الثوره من قبل ناس ربما تحب تربك الوضع السياسي في البلاد وما تحبش الثوره هذه تبني جو معناتها مفعم بالسلم، مفعم بالبناء، لانه كما قلت لك ساعه شويه معناتها هم يحاولوا يربكوا سواء كان يركل حركة النهضة أو أبناء حركة النهضة حتى ربما يخليهم يعيشوا في حالة إرباك وما يمشيوش وما يساهموش في عملية البناء اللي هو هذا هدفنا نحن بعد فرع نحبوا نبنيه ونحبوا ننظروا إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية، بنظرة بناء وليست بنظرة هدم. هما يحاولوا يخلقوا جو من التوتر النفسي، جو من الإرباك اللي يحاولوا يجهزوا بها التجربة هذه ويحاولوا يجهزوا بها بالتالي الأهداف اللي قامت من أجلها الثورة. لكن إن شاء الله معناتها احنا مش ناخذوا الأمر هذا بجدية، وقضايا سوف ترفع عبر المكتب القانوني للحركة وعبر شخصنا أنا وأحمد، والأمر هذا إن شاء الله مش يتم في أقرب وقت. وفيما يخصك أستاذ ماهر زيد بالنسبة لقضيتك؟ نحن الآن تقريبا ثلاثة أسابيع بعد ما صرحت بالمعطيات هذه على التلفزيون، وثلاثة أسابيع بعد ذلك التاريخ ولم تتم دعوتي من أي جهة كانت رغم خطورة ما تحدثنا فيه. حتى القضية التي رفعت ضدي نحن الآن ثلاثة أسابيع بعد ذلك التاريخ ولم يقم أحد بدعوتي، لأنه هذا إحساسي، قد أكون مخطئ ولكن إحساسي أنه يعني لا ترتكز إلى أي أسس هذه الدعوة، أني أنا عرضت الأمن القومي للبلاد لأني أعطيت فرصة لهؤلاء الإرهابيين بالفرار، فأتصور لن يصدق هذه الخرافة أحد يعني. إذن سيدتي سادتي هكذا نختم هذا الجزء الأول من برنامج الليلة للنقاش، وسنمر إلى الملف الثاني الذي طغى على الساحة السياسية، لكن قبل ذلك دعوني ودع الدكتور عارف المعالج، مرحبا بك، شرفنا بحضورك الليلة معنا. شكرا على الاستضافة. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، الحدث البارز الذي شغل الشارع التونسي هذه في الأيام الأخيرة هو اغتيال عوني أمن بالرصاص الحي، وعون ثالث يبقى جريح وطريح الفراش. كثر القيل والقال، كثرت الحرب الإعلامية وكثرت المعطيات، لكن ماذا عن الحقيقة وماذا عن المعطيات الصحيحة التي يجب أن تنير هذه القضية؟ كل ذلك سنراه لكن بعد هذا التقرير فيما يخص حادثة اغتيال الأمنيين. الاغتيال في تونس لم يطل السياسيين فقط، وإنما طالت يده اغتيال الأمنيين. بعد ثلاثة أيام من اغتيال محمد الإبراهيمي استشهد 9 جنود في شهر رمضان المعظم، حادثة انتهكت فيها كل المعايير والضوابط الأخلاقية من خصائص الشهر الكريم. 9 جنود تم التنكيل بجثث بعضهم وتجريدهم من ملابسهم العسكرية وأسلحتهم في كمين تم نصبه في جبل الشعامبي يوم 29 جويلية 2013. ويأتي هذا الحادث وتونس تعيش أزمة سياسية وتحركات احتجاجية أعلنت عن عزمها إسقاط حكومة الترويكا التي تقول المعارضة أنها فشلت في تأمين الانتقال الديمقراطي، وعجزها عن توفير الأمن ما نجم عنه من تتالي الاغتيال السياسي والأمني.
كما تزامنت عملية قتل الجنود التسعة مع تصريحات رئيس الحكومة علي العريف التي أكد فيها أن الإرهاب ظاهرة لا تخص تونس فقط وأن دول عديدة متقدمة تعاني منه. حادثة الجنود كانت موسعة في تاريخ تونس، حادثة أعلن فيها الرئيس منصف المرزوقي حدادا لمدة 3 أيام. حادثة الجنود لم تكن الوحيدة في تونس لتشهد يوم 17 أكتوبر 2013 حادثة مماثلة لها باستشهاد عون الحرس الوطني كريم الحامدي والملازم الأول محمود الفرشيشي في عملية عسكرية بالضباط من ولاية باجة للقبض على عناصر إرهابية. وتعظم الحداد في تونس ليعلن رئيس الجمهورية حدادا لمدة يوم على أرواح عون الحرس الوطني. اغتيال الأمنيين خلفت أجواء من الغضب والتوتر، حيث رفع الأمنيون من قوات الحرس الوطني والسجون والإصلاح شعار ديجاج في وجه الرؤساء الثلاث رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، ورفضوا قبول العزاء منهم وحضور موكب التأبين بساحة العلم بالعوينة. وذكر أمير الحرس الوطني ميجيك سيكسي أن ثكنة العوينة لها الشرف أن جلبت الرؤساء الثلاث، ولكن نحن لا نعتبره شرفا بل تجاهلا لشهدائنا. أحداث الاغتيال طالت رموز المؤسسة العسكرية والحرس الوطني، هي سوابق ومؤشرات خطيرة ينضاف إليها شعار الديكاش الذي رفع في وجه الرئاسة الثلاث من جهات نقابية أمنية. في موقع يحمل رمزية الانضباط والتفاني في خدمة الوطن واحترام القيادة العليا ولا سيما القائد الأعلى للقوات المسلحة. رمزية ثانية لا تقل أهمية من حيث الدلالة السياسية هي أن قاعدة العوينة تأوي ضيوفا غير عاديين من عائلة المخلوع ووزارية، وهو ما يحيل إلى مقاصد غير بريئة في نظر من يعتبر الأمر يدخل في باب الثورة المضادة. مشاهدينا الكرام، كما تابعتم معنا في هذا التقرير تالي للزميلة باهرة العوجي، الساحة الوطنية لم تخلو من أحداث مؤلمة في هذه الفترة الأخيرة، ألا وهي اغتيال عوني الأمن بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة وجرح عون آخر، استعمال رصاص، قيل وقال، ديجاج ترفع في وجه الرؤساء الثلاثة، وأين في ثكنة العوينة والتي هي من المفروض أن تكون ثكنة الانضباط؟ كل هذا ثم حقيقة ثم غموض حول الموضوع، نحاولوا باش نعرفوه مع العميد المختار بن نصر، إذا كان الاتصال جاهز ناخذه مباشرة. مرحبا بك سيد العميد. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا سيد العميد، المستجدات الأخيرة يحوم حولها بعض الغموض خاصة في حادثة اغتيال الأمنيين، شنو اللي صار بالضبط؟ كنت نجم تفسر لنا؟ بالنسبة للعملية هذه الأخيرة اللي تو امتدت على 3 أيام وانتهت اليوم بانسحاب الوحدات العسكرية والأمنية، كانت يعني مركز بتاع الجهة اللي هو مركز قبلات، جاته معلومة بأنه ثم مجموعة اشتبه في أنها تكون مجموعة إرهابية ربما اقتربت مسكن في منطقة ريفية يهزلها مسلك ريفي، ف حاولوا الاتصال بالمكان للتأكد من هذه المعلومة، ففاجأهم الإرهابيون بطلق ناري و يعني استشهدوا عنصرين من الحرس الوطني الله يرحمهم، وكذلك جرح ثالث. فمباشرة بعد ذلك تدخلت الوحدات الأمنية والعسكرية وسيطرت على الوضع وطوقت المكان وباشرت بعملية عسكرية جوية وأرضية إلى أن انتهت من العملية هذه اليوم وانسحبت الوحدات العسكرية اليوم نصف النهار. السيد العميد لو سمحت مش نستوقفك لهنا للحظات، ثم بعض الغموض اللي يحوم حول المسألة هذه، هم تلقاو كما قلت لي أنت معلومات جاتهم اللي ثم إرهابيين معناها ويلزمهم وقتل مشاو يثبتوا، لكن الشيء اللي يدعو للاستغراب كيفاش ينجموا يمشيوا هما في أنه ثم مكان معد للكراء يحتمل يكون فيه ناس اللي مشبوهين. هذاك علاش أمر الحرس اللي نحب نعرفه سيد العميد بالضبط مع دورية صغيرة فقط زوز رفقاء ليه على سيارة عادية
وحب يتاكد من المعلومه هذه. حتى وان كانوا اناس مشبوهين معناها ثم سامحني سيد العميد، لا سامحني سيد العميد، حتى لو كان ثم معلومات معناها انه ثم ناس مشبوهين، ثم معناها ثم امكانيه خطوره على حياتهم وثم امكانيه معناها انهم يواجهوا الخطر، كيفاش يمشيوا ثلاثه اعوان وحدهم ما غير قوات معاهم، قوات خاصه، ما غير معناها كانوا مجردين وكانوا معناها كانت زياره تفتيش عاديه، امر يثير الاستغراب حقا. ثم حاجه موجوده عند الامن يعرفوها الامنيين الكل، ثم عمليات تسمى عمليات مراقبه، يعني يراقبوا محلات سواء كانت تجاريه او محلات للكراء او غيرها، فيتم التنقل من غير ما تكون مجموعات كبيره، والعمليات هذه لانها كثيره جدا في اليوم يعني يقوموا بالعديد من مثل هذه المهمات. يعني اذا كان كل مهمه من نوع هذايا باش يهزوا لها وحدات كبيره عسكريه وامنيه ما عادش نجم يقوموا بالمراقبه، يعني هذه فقط مهمه نتاع مراقبه، وهذه ترجع يعني التقدير يرجع لرئيس المركز، يعني هو قدر كونه يتنقل هو والمجموعه اللي معاه الله يرحمه، الله يرحمهم الزوز وان شاء الله يا رب يشفي الجريح الثالث، وقاموا بواجبهم، راهو قاموا بواجبهم وكل ما يلزم، لانه هاك تشوف يعني النتيجه نتاع الاستشهاد نتاعهم هو تدمير له الخليه هذه الارهابيه عن بكره ابيها وابادتها، وهذا يكون درس لكل من يحاول ان يرفع السلاح في وجه الامن او في وجه الجيش او في وجه اي فرد من الشعب التونسي، المصير نتاعه هو يعني يلزم يكون يعني يفهم اللي كونه مصيره القتل على غرار المجموعه هذه المجرمه. سيد العميد، ماذا عن نتائج حملات التمشيط والتفتيش عن المجموعه هذه؟ وين وصلتوا الى حد الان؟ حسب البلاغ نتاع وزاره الدفاع الوطني اللي تم نشره يوم السبت قبل ساعه منتصف النهار، تم القضاء على 9 عناصر ارهابيه بجبل طويل وفي قبلات، وايقاف عنصر 10 سلم نفسه للوحدات العسكريه وبتبعهم سلموه الوحدات الامنيه، وعلى اثر تفتيش المنطقه تم العثور على تقريب كميه نتاع 2 طن من المواد الاوليه اللي يمكن تستعمل في صنع المفجرات، ووجدوا كذلك حقائب فيها ذخيره وتجهيزات للرؤيه. مع العلم كون النتيجه النهائيه للعمليه كون تمت اصابه رقيبين من الجيش الوطني وعنصري حرس ملازم من طلع حرس من طلع على الحرس ووكيل من الحرس كذلك، وتم نقلهم للمستشفى ونتمنى لهم الشفاء العاجل ان شاء الله. ان شاء الله. الحادثه الثانيه سيد العميد هي الدجاج التي ترفع في وجه الرئاسات الثلاث في 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 مكان رمزي ثكنه العوينه، ايش نجم تقول لنا معناها في صدد هذايا، خاصه انه ثكنه العوينه هي مفروض انها تكون قمه الانضباط وقمه احترام معناها المكان واحترام القائد الاعلى للقوات المسلحة المتمثل في شخص رئيس الدولة سيد المنصف مرزوقي. نعم، احنا راهو بقطع نظر على المكان، يعني المعروف انه رموز الدولة لا يمكن مسها بأي حال من الأحوال ومهما كان الطرف، يعني لكن احنا دولة تحترم نفسها وتحترم رموزها، يعني الرموز متاع الدولة لا يمكن باش انسان يمسها، فما بالك في منطقة محددة وخاصة من طرف ناس اللي يعني متدربين على الانضباط ومتدربين على يعني حمل السلاح، وهذه وحدات يعني قوات مسلحة تعتبر، وبالتالي هي متدربة على الانضباط والطاعة وحسن السلوك إلى غير ذلك. على كل أنا اعتقادي الشخصي هي حادثة مؤسفة جدا، وإن شاء الله يعني نكونوا واعيين كون الأشياء هذه ما تعودش، خاطر حقيقة نمسوا في الصميم يعني دولتنا كدولة ورموزنا، وهذا بالطبع أشياء لا تشرف التونسيين. سيد العميد مختار بن نصر، ألا يمكن اعتبار حادثة اغتيال الأمنيين وما تبعها من أحداث أخرى هي بمثابة الشرارة للاصطياد في الماء العكر من قبل أطراف أخرى؟ والله شوف، هي التحليلات لمحالها متفرعة، وكذلك نحن كعسكريين الحقيقة نمشوا للموضوع كونوا هذه مجموعات عندها أفكار محددة، عندها نموذج مجتمعي تحب تفرضه على المجتمع التونسي، أعلنت عليه في كتاباتها وفي أفكارها وفي ممارساتها وفي أعمالها، وهاي في أخيرا يعني تمكنت من الأسلحة وحاولت باش تضر وباش تمس المجتمع التونسي من خلال إرباك مؤسساته الأمنية والعسكرية، وبالتالي تم إرباك الدولة التونسية وحتى في الأسلوب نتاعهم هم يمسوا من المؤسسات هذه لكي يعني يمسوا من هيبة الدولة ومن الدولة ومن كيانها. الرجح كونه هالمجموعات هذه يعني هي عندها أهداف، ومش عندنا فقط، هي في عدة دول
تسعى لأنموذج معين في الحكم وأسلوب معين في الحياة، وهذا بالطبع يتناقض مع تطلعات الشعب التونسي لقادة الثورة النموذجية. وإن شاء الله يفهموا شبابنا المغربين، إن شاء الله يفهم اللي راهو المجتمع التونسي مجتمع متسامح، مجتمع متضامن، مجتمع ما يحبش يكون يعتديله على القيم متاعه وعلى يعني ذاتيته وعلى خصوصياته، ويفهموا اللي راهو رفع السلاح في وجه الأمن أو في وجه الجيش أو في وجه المواطنين التونسيين راهو اعتداء، وكل اعتداء راهو يجابه بالسلاح، ومصير كل ما يعتدي على تونس هو يقفل الجيش التونسي والشعب التونسي والأمن التونسي كتلة واحدة أمامه صماء، بحيث لا سبيل للعيش بيناتنا إلا ما يكون يعني مؤمن بهذه الدولة وبقيمها وبأنموذجها الحضاري. شكرا لك العميد مختار بن نصر على هذه المداخلة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن أعود إليك أستاذ ماهر زيد، أنت قلت لي اللي أنت تنقلت على عين المكان، مشيت لقبلات، مشيت لولاية باجة، وحاولت تستقصي الأمر بنفسك غادي، شنو نتائج البحث متاعك؟ نعم، لكن بداية لو تسمح لي يعني أعلق على بعض ما قاله العميد مع كل احترام طبعا لشخصه وتاريخه، ولكن أريد أن أناقش بعض من مما قاله في خصوص أنه الإرهابيين لابد أن يقتلوا وأن كل إرهابي سيكون عقابه القتل. القتل لا يقرره السيد العميد أو يقرره عون الأمن اللي في الميدان مشى باش في مهمة استطلاعية فيسحب المسدس ويقتل. أعمال القتل صارت متواترة في الأشهر الأخيرة، عشرات التونسيين قبل أن يكونوا إرهابيين هم تونسيين، عشرات التونسيين قتلوا رميا بالرصاص في الشوارع في بيوتهم تحت لافتة مكافحة الإرهاب وإرهابيين ورفضوا الاستسلام. و يفترض أن ننتظر من وزارة الداخلية ومن الأجهزة الأمنية على عمومها ومن الجيش الوطني أن يكون مدرب ومسلح ومؤهل بطريقة أنه لما قاضي التحقيق يطلب منه إحضار زيد أو إحضار عمر يحضره حيا، والقاضي يصدر بحقه الحكم الذي يراه عادلا في شأنه. يعني مش قاضي تحقيق يبعث يعني عوان الأمن باش يحضروا فلان فيجيبوه جثة هامدة إرهابي قتلناه وارتحنا منه ونرى الآن تبرير الإرهابيين لابد أن يقتلوا. من يحدد من الإرهابي؟ ما بين قوسين أستاذ ماهر، نستسمحك هنا في النقطة هذه بالذات، برشا ناس وبرشا مواطنين تكلموا يحبوا يشوفوا كما عديتوا كما تكلمتوا وقلتوا كما نكل بجثث معناها أبطال الشعامبي وعديتونا صورهم بالحالة هذيك، علاش ما تعديوناش صور الإرهابيين اللي قلت معنا اللي تقال لهم معنا بعض ألقي القبض عليهم والبعض تم معناها قتلهم؟ برشا ناس تقول يا أخي احنا معنا نحاربوا في شبح، ورينا إذا كان ثم حاجة، إذا كان تم إلقاء القبض عليه، إذا كان تم قتله احنا نحبوا نشوفه. معناها ما همش ما بين قوسين، ما يسمى بالإرهابي ما هوش باش يكون خير من بطل تونسي كنا تجعنا كيرينا تصاور جثث شهدائنا وأبطالنا في الشعام بتتعدى بالطريقة هذه. نعم، بصراحة الكثير من يقفون يعني على رأس وزارة الداخلية من الإطارات السامية لم يستوعبوا اللحظة التاريخية، ليسوا على إدراك تام بأننا نعيش في سنة 2013 وبأننا نعيش 3 سنوات بعد الثورة، وأنه لم يعد بالإمكان إقناعنا بمجرد بيان أو بمجرد تصريح من أي كان، سواء كان وزير أو ناطق رسمي أو أي كان في الدولة إلا بدليل. يعني احنا يعني منذ عشرات السنين في العهود في عهد الدكتاتوريه السابقه والتي قبلها عوان الامن كانوا يتحوزون على اجهزه كاميرا ويصورون حتى في الملاعب، الشغب في الملاعب كانوا يقوم بتغطيته، المظاهرات يقومون بتغطيتها باجهزه الكاميرا، جلسات التعذيب ضحاياهم كانوا يغطونها بالكاميرا، واليوم يتحدثون عن قتل تونسيين رمي بالرصاص ولا يثقون هذه العمليه ويسجلونها يعني في الدفتر انه قتلنا ارهابيين. الارهابي لا يحدده عوان الامن، الارهابي يحدد هذه الصفه القضاء. القضاء هو اللي يحسم في أمر الناس إن كان إرهابي أم لا. يعني أنا قرأت في بعض الصفحات التابعة لقوات الأمن أول ما انتشر خبر مقتل عوان الأمن الله يرحمه، أنه مجموعة من السلفيين استأجروا بيت فذهب عوان الأمن لاستقصاء الأمر. طيب مجموعة من السلفيين استأجروا بيت، وين المشكلة هنا؟
وين الجريمة أنه السلفيين يعني، ومن يحدد من هو السلفي ومن هو غير السلفي؟ يعني مصطلحات فضفاضة، مفاهيم فضفاضة جدا يتم استعمالها، والخطير في الأمر أنه يتم استعمالها وفي لحظات معينة، يعني من يتزامن هذا الاستعمال مع أزمات سياسية معينة، فتظهر على السطح أزمات أمنية، تظهر عملية تفجيرات، تظهر عملية اغتيالات، قتل. ملف التناول الإعلامي هذا باش نرجع له فيما بعد أستاذ ماهر. خلينا نشوف نتائج البحث اللي توصلت لها أنت في قبلات. نعم. شنو اللي ريت غادي، شنو اللي سمعت، شنو اللي قال لك؟ نعم. نحن على عين المكان بتبيع تنقلنا مجموعة من الصحفيين على عين المكان، سمعنا رواية مخالفة تماما لما روته وزارة الداخلية. لهذا من الضروري جدا كما أشرت سيادتك، من الضروري جدا أن تكون العمليات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية أو العسكرية تكون عمليات موثقة حتى تقنع الرأي العام وتظهر يعني هذه الإنجازات ونفرح لها وتنشرح صدورها صدورنا. إذا تصور هذه اللي جبتها أنت معك من قبلات، شنو هذا بالضبط؟ نعم. هذا المكان اللي وقعت فيه العملية، البيت وقعت فيه العملية. وهذه هذا يعني عبارة عن إسطبل. في داخل هذا الإسطبل هناك كوم من الرمل تم إخراجه من هذه الحفرة التي هي عبارة عن بئر، ووزارة الداخلية تقول أنه مخزن للأسلحة والأشخاص كانوا يقومون بالأسلحة بتخزين الأسلحة، في حين أن الجب هذا هو عبارة عن بئر بعمق 5 أو 6 أمتار تقريبا، عرضه 80 سنتيمتر.